افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير محطة استعادة الطاقة المهدرة التي أقامتها شركة هايدلبرغ ماتيريالز مصر بمصنع الشركة للأسمنت بحلوان. يبلغ إجمالي استثمارات المشروع 30 مليون دولار ويشمل بناء أول نظام مبتكر من نوعه في صناعة الأسمنت بمصر لاستعادة الطاقة بهدف استغلال الحرارة المهدرة من خطوط الإنتاج وإعادتها لتوليد طاقة بدلا من إطلاق الحرارة في الغلاف الجوي بما يسهم في الحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة. أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب أن هناك تدابير خاصة وإصلاحات تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وجعل مصر أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية. جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الوزير مع وفد غرفة التجارة الأمريكية، حيث تم التأكيد على توجه الدولة خلال الفترة الحالية بتنفيذ إجراءات فعالة نحو تشجيع وتحفيز الاستثمارات في جميع المجالات وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين. قام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت بزيارة مفاجئة إلى محطة توليد كهرباء غرب القاهرة البخارية بقدرة 2010 ميجا وات بمنطقة صقيل بمحافظة الجيزة، والتي تمثل 22% من قدرة شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء. يأتي ذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلي للتشغيل ومعدلات استهلاك الوقود مقارنة بالطاقة المولدة، واستمرارا للجولات الميدانية والزيارات التفقدية المفاجئة لمختلف مواقع العمل وشركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفي إطار الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية. قام وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي بزيارة إلى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس. تناولت الزيارة مناقشة العديد من الموضوعات ذات الصلة بالشركات التابعة للوزارة ومشروعاتها الواقعة في نطاق محافظة الغربية، ومن بينها مشروع تطوير شركة غزل المحلة، كما تم استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمصانع الجديدة ضمن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج. أكد وزير الزراعة علاء فاروق على أهمية تعظيم الاستفادة من نقل التكنولوجيات اليابانية والخبرات في مجال زراعة أصناف من الأرز المقاوم للملوحة والجفاف والانعكاسات البيئية. جاء ذلك خلال استقبال وزير الزراعة سفير اليابان بالقاهرة أوكا هيروشي ووفد الجايكا الياباني بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. تناول اللقاء آفاق التعاون بين الجانبين في مجال ترشيد المياه من خلال تطوير أنظمة الري الحقلي والتحول من الأنظمة التقليدية إلى الأنظمة الحديثة الموفرة للمياه. أكدت رئيسة مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تعد مبادرة قوية لفتح صفحة جديدة تتسم بالكثير من العدالة وتعزيز الثقة مع الممولين. ولفتت رئيسة المصلحة إلى أن هذه الحزمة تقدم تسهيلات ضريبية كبيرة ومتكاملة وتشمل كل فئات المجتمع الضريبي وكافة الأنشطة، مشيرة إلى أن خلال الأسابيع القليلة القادمة سيتم الإعلان عن البنود التي سيتم إطلاقها في المرحلة الأولى من هذه الحزمة، كما سيتم تقديم شرح تفصيلي لهذه التسهيلات للمستثمرين والممولين ومجتمع الأعمال وطرحها للحوار المجتمعي. في أسواق البترول العالمية هبطت أسعار النفط بعد استئناف الإنتاج في أعقاب الإعصار فرانسين وبيانات أظهرت وجود زيادة أسبوعية في عدد من الحفارات للنفط في الولايات المتحدة. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5% إلى 71 دولار و61 سنت للبرميل. نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.5% إلى 68 دولار و65 سنت للبرميل. تراجعت أسعار المازوت العالمية بنسبة 1.41% لتصل إلى $2.08 للتر، كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.21% تسجل نحو $2.31 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
رفعت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للسعودية إلى إيجابية من مستقرة، مشيرة إلى توقعات بنمو قوي في القطاع غير النفطي ومرونة اقتصادية. ذكرت وكالة ستاندرد أند بورز أن النظرة الإيجابية تعكس قدرة الحكومة السعودية على تحقيق المزيد من الإصلاحات والاستثمارات بما يساهم في تطوير الاقتصاد غير النفطي. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لأميرة وإيمان لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك فاطمة.